ونختم النشرة بالبرامج الرياضية التي يراهن التلفزيون من خلالها على استقطاب الجمهور للمكوث بمنازلهم وضمان الفرجة والمتعة، ومنها برنامج تاريخ وأمجاد. يوسف رزيقة. محاربة النسيان ورد الاعتبار لأيقونات كرة القدم الجزائرية ولتاريخها الناصع المرصع بأحرف من ذهب هو ما اكتشفه الجيل الجديد في برنامج تاريخ وأمجاد الكرة الجزائرية. أسماء وفرق لطالما افتخرنا بها وتعرفنا عليها عن قرب، وعاد الحنين بجيل الأمس الذي عايش تلك الفترة وتذكر ما كانه على المدرجات أو أمام شاشة التلفزيون الجزائري الذي بث آنذاك ويعاود البث اليوم في برنامج تاريخ وأمجاد. التلفزيون الجزائري ومن خلال هذه اللفتة عاد بنا إلى الزمن الجميل لكرة القدم الجزائرية، ونفض الغبار عن أسماء وأندية طالها النسيان وكادت أن تندثر، ومنها من وقعت في شراك النزول إلى الأقسام الدنيا. شاهدنا واستمتعنا بأيقونة كرة القدم الجزائرية حسن للماس، وبفنيات رجل الدقائق الأخيرة عمر بطروني، وميسي زمانه دراوي، وتمتعنا بالرقم 10 بلومي ورفقائه، والأسطورة رابح ماجار، وصاحب الغراف عصاد، والقوي مرزقان، وعجيسة وصرار وصطيفية. تذكرنا شباب سكاكين برج منايل ووفاق فلين القل، والأيام الكبيرة للجامبوجات والوفاق الصطيفي ودربيات الشرق والغرب. نحن في تلفزيون الجزائري نرافقكم في بيوتكم خلال الحجر الصحي، ونجتهد في خدمتكم وإمتاعكم.